ويلعب فريق الظهر بطريقة 4-2-4. اللاعبون الذين يمثلون فريق فنجا في مباراة اليوم: عبد الأمير عباس في حراسة المرمى، سالم ناصر، عبد القادر خليفة، حمد سالم، محمد سالم في خط الدفاع، محمد حارب علي ناصر في خط الوسط، محمد ناصر، سليمان علي، عبد الرحيم سليم، محمد سالم في خط الهجوم. ونحن عارفين بعد قليل نواصل معكم الوصف عن فريق الفار وفريق فنجا. بدأت المباراة قبل شوي. اللعبة الفاول، لكن فوق العارضة برع الملعب أوت. في هذا العام نشاهد فريق ظفار وفريق فنجا في المباريات التمهيدية. محمد ناصر من فريق فنجا ماشي الكرة، مشترك معه علي احمد عابد، ونزال علي ناصر، محمد ناصر يلعبها جبل، ماخذ من الكره من فريق فنجا، يلعبها قدام جبل، تروح مره ثانيه حمد حارب يلعبها ارضيه، مشترك معه، وفي صفاره من الحكم، في فاول لصالح فريق اظفار. تلعب الكره سبعه، ماخذ الكره سعيد احمد، تنقطع منه مره ثانيه علي، سليمان علي حمد حارب مره ثانيه جبل. ها شوف الفريقين طبعا كلهم العام في المباراة النهائية يلعبون السنة في المباريات التمهيدية. الحكم اليوم لا يضطر انه يرجع، يعني اقصد يركض، فحكم مباراة اليوم يضطر على انه يتابع الكرة ويركض. ليش؟ لان الكرة سريعة والفريقين كلهم في مستوى واحد، كلهم يحاول الواحد منهم انه يعزز انتصاره. فريق فنجا يحاول يكون هو المتغلب طبعا في العام الماضي، كان نتيجة قاسية بالنسبة على فريق فنجا 3-1. في هذا العام يحاول أن يعوض الخسارة، كذلك فريق ظفار يحاول أن يتصدر ويبقى هو على قمة الكأس. حمد حارب من فريق فنجا عند الكرة، ماشي حمد يلعبها أرضية لسليمان، سليمان اثنين قدام لعبد الرحيم، لكن طول منه، ماخذنها أربعة عبد الله سعيد، وقدام ما في حد هناك، تروح الكره بكل سهوله لحارس مرمى فريق فنجا عبد الامير عباس. والفائز طبعا ينتظر المباريات اللي هي قبل النهايه. حمد حارب يرفع الكره قدام براسه محمد ناصر، حلوه، يا سلام، ممتاز جدا علي احمد، اطرح الكره، اظهار ثمانيه عند الكره سالم عوض، والمباراه سريعه، مباراة سريعة طبعا، والحكم يركض ومساعدينه كلهم. ليش؟ المباراة لها مهمة جدا. 11 اللي هو من فريق محمد سالم يحاول يعدي، ومشترك معاه مدافع حلو فريق الظهر، مدافع مالي ياخذ الكرة يلعبها قدام لستة اللي هو سالم عوض، لكن الطول منه لعبد الرحيم يلعبها، الله، 14 فنجا ويشوت، ثمان دقائق استطاع فريق فنجا أن يحرز الهدف الأول لصالحه من اللاعب عبد الرحيم، تمريرة حلوة قدر يحطها على يمين حارس مرمى فريق ظفار اللي هو محمد عقل. ظفار عند الكرة، الله، ضربة مرمى لصالح فريق فنجا، عبد الأمير يلعبها برجله قصيرة لمحمد ناصر، محمد ناصر يعد الأول يلعبها قدام لعبد الرحيم، عبد الرحيم يسكنها بصدره، تروح الكرة لمحمد سالم لثمانية لستة، مطر عبد الله، تروح الكرة في يد حارس مرمى فريق فنجا اللي هو عبد الأمير، سعيد، عبد الرحيم لمطر، مطر لجبل، جبل يلعبها قدام، حلوة، لكن من هناك تروح الكرة لمحمد ناصر، محمد ناصر قدام طويل يلعبها لسليمان، لكن حلوة، اثنين اللي هو محمد حسن ماشي، معد الأول معد ثاني يلعبها لسبعة سعيد أحمد، سعيد أحمد تنقطع منه، يقطعها منه
محمد ناصر، علي ناصر قدام، وفي راي مرفوعه، في راي مرفوعه. سالم عوض اللي راح يلعب الكورنر، رفع الكورنر حلوه، رفعها حلوه وبراسه، لكن يا سلام ممتاز اللعبه، ممتاز هجمه حلوه ممتازه جدا لصالح فريق الظفار، انما تروح الكره في يد حارس مرمى فريق فنجا عبد الامير. عبد الامير شوطه طويله، هدف مبكر لصالح فريق فنجا. يحاول محمد سالم ياخذ الكره لكن تنقطع منه. ماشي ستة حلوة سبعة اللي هو سعيد أحمد يلعبها لسالم عوض. سالم عوض شوط ممتاز حلوة، لكن وين جنب العارضة برا الملعب أو. وفريق الظفار بيحتل مربعات 5 و6 و7 و8 وحلوة الرفعة. حمد حارب يحط يلعبها براسه، انما تروح الكره لسالم عوض. سالم عوض يلعبها قدام تنقطع منه مره ثانيه، تروح للظهر لسبعه لكن الطول منه، تروح الكره لسليمان، سليمان يلعبها قدام طويل. الله اللعبه اللي لعبها سليمان تضرب في العارضه، لكن ضربه مرمى لصالح فريق فنجا. عبد القادر خليفه يسكنها بصدر محمد ناصر اللي هو يلعب اليوم جناح. سليمان الطول منه تروح لمحمد حسن من فريق الظفار لسبعه. سعيد احمد تنقطع مره ثانيه. حمد حارب عند الكره ومشترك معه جبل، يعدي جبل وماشي حمد حارب حلو جبل. يا سلام، هل يستطيع جبل اليوم ان تتكسر عليه هجمات فريق مهاجمين فريق بنجا؟ كورنر، رفع الكورنر حلوه، الرفع من ناصر احمد حلوه. فريق بنجا حاول يلم الكره اللي هو عبد الرحيم يلعبها قدام ل 11. محمد سالم عند الكره من فريق بنجا وهاجم يعليها لحمد حارب. حمد حارب شوت تروح بجنب القائم برا الملعب اول لصالح فريق فنجا. عبد القادر، طبعا عبد القادر متخصص في رمي الكرات لانه بيرمي رميات طويله. تلعب كره قدام من اللاعب محمد محسن، ومره ثانيه سعيد عبد الرحيم يلعبها لمحمد ناصر. محمد ناصر يلعبها، الله حلو جبل. يا سلام، حلوة. عبد الرحيم مرة ثانية من فريق فنجا لحمد حارب. حمد حارب يحاول يعده، وعده فعلا ويحاول يشوت. جول. الهدف الثاني يعني شوف الكرة في خلال 23 دقيقة استطاع فريق فنجا أن يضع 3 أهداف في مرمى فريق الظفار. وفي العام الماضي كان الظفار هو اللي غالب 3-1. محمد حارب يلعب الكرة قدام لمحمد ناصر. محمد ناصر اللي ما حد مراقبه يلعبها بعرض الملعب لسليمان. سليمان عند الكرة ويحاول يعدي، يلعبها بعرض الملعب يتركها. الله، شوف الخدع. الله، الظاهر ان فريق فنجا جاي اليوم بيلعب بطريقه في يد حارس مرمى فريق الظفار محمد عقيل. محمد عقيل شوطه طويله تتعدى خط المنتصف براسه مدافعين فريق فنجا. حمد حارب قدام، الله، طول من قبل وماشي ماشي ماشي. فريق فنجا يلعبها بكل سهوله. الله، شوف طالع الكره هذه اللي الهدف مفتوح ويلعب اللاعب بكل ثقة على أساس أن الجول مضمون، إنما العارضة هي اللي بتصد الكرة هذه من مهاجم فريق فنجا. أشرب فريق، شوف مثل ما قلت لكم، بلعب الكرة فريق عند الكرة يحاول يلعب الكرة وهاجم يحاول يشوت الكرة هذه.
وصف فارم الحكم قدام خط 18. اللاعب ناصر احمد هو اللي راح يثبت الكره وضربه جزاء في مباراه اليوم، اول ضربه جزاء لصالح فريق الظفار. اللاعب ناصر احمد هو اللي راح يلعب ضربه الجزاء. حلوه، ها جول، جول ظفار، جول. يلا ها ظفار افتتح، افتتح اللاعب ناصر احمد، ناصر احمد رقم 9 فريق ظفار، يحط اول هدف لفريقه من ضربه جزاء. اعزائي المشاهدين، نعود بكم مره ثانيه لنتابع معكم الشوط الثاني من مباراه اليوم بين فريقي ظفار وفنجا. بدأت المباراة الآن على يدك اليمين فريق ظفار وعلى يدك الشمال فريق فنجا. انتهى الشوط الأول بنتيجة 3-1 لصالح فنجا. هاجم فريق فنجا وفي رأي مرفوعة، في رأي مرفوعة من مساعد الحكم اللي هو إبراهيم الدهمي. عبد القادر خليفة اللي هو راح يغلل الكرة، شوف خلاته طويل. وكرة في منتهى الخطورة لكن هناك مشترك مع مقابل، تروح مرة ثانية لعبد القادر خليفي، عليها قدام الجول، محمد حاربي بيحطها براس لكن المدافع حلوة حلوة، مدافع مدافعين فريق ظفار بيبعد الكرة هذه. علي ناصر يلعب كرة عكسية وعلي أحمد عابد بيبعد الكرة مرة ثانية، وظفار يحاول يخلص الكرة، ومهاجم من مهاجمين فريق فنجا يحاول يقتنص الفرصة هذه. طبعا فريق فنجا كاسب 3-1 في الشوط الاول، ويحاول طبعا يضيف اهداف الى رصيد علشان يضمن المباراه. فريق ظفار يحاول يلعب احسن في الشوط الثاني على اساس انه يخلص الاجوال اللي عليه. وحلوه اللعبه، الله الله، شوف الكره هذه، يعني الجمهور يمكن يفكرها جول انما هي ضربت في الشبكه من ورا. ظفار ما اخذ الكره، سته مطر عبد ربه يلعب عليه قدام لسعيد احمد، سعيد احمد يحاول يعدي وفعلا عدى يلعبها. عبد القادر في خط المنتصف تقريبا في مربع رقم 5. محمد حارب أربعة، يرجع الكرة لحارس مرمى وصفارة من الحكم، ونشوف شنو بيحصل عن صفارة الحكم، شنو اللي تنتج النتيجة. في فاول، في فاول لصالح فريق ظفار قدام خط 18. مع العلم ان نحن الان نلعب في المباريات التمهيدية. تلعب الكرة قدام و محمد محسن من فريق ظفار بيبعد الكرة، تروح الكرة لسليمان من فريق فنجا، يفعلها 10. وحلوة الكرة من قبل هذه قدام اللاعب محمد حارب. محمد ناصر يلعب الكرة لعبد الرحيم لكن مطر ياخذ الكرة من فريق ظفار، مرة ثانية من فريق فنجا لعلي محمد ناصر، محمد ناصر يلعبها طويلة لحمد حارب، حلوة قبل إبراسي مرة ثانية وبصدره وصفارة من الحكم. سالم عواض يرفع الكرة، حلو الرفع، يا الله توقيت وما في حد يشارك. عبد الأمير عباس شوطة طويلة يلعبها، تروح لمشترك هناك، حلوة. شفت المدافع لما يكون ما هو عارف كيف يتصرف، يعني يقتنص المهاجم مثل الفرصة هذه معناه يحط على طول، لكن مدافع مثل الكرة هذه لازم يشتتها بأي طريقة بأي وسيلة. ليش؟ لأنه في منتهى الخطورة. في دزة راح يلعب الفاول، عبد القادر خليفة بيعل الكرة قدام لحمد حارب لكن راسه حلوة اللي هو محمد حسن، وكرة مشتركة مع حمد حارب و تلعب الكرة 11. الله قدام، حلوة اللعبة. شوف فنجا بيلعب مباراة اليوم حقيقة حلوة. مرة ثانية الكرة تروح لفنجا لسليمان
ماشي 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 الغار ماشي الغار ليه سعيد احمد يلعب قدام لكن واكر مره ثانيه حاول سعيد احمد براسه وعلي احمد ماشي ماشي الغار يلعب قدام ليه 15 اللي هو الله يا فرصه فريق الظفار غير قبل في بداية الشوط الثاني لاعب اللي هو سالم سعيد وطبعا بيغير حتى الآن ما حصل تغيير إنما راح يغير اللي هو بيطلع اللاعب محمد صالح ويلعب بداله اللاعب عبد الله علي عبد الرزاق الله ضربة مرمى لصالح فريق الظفار ماشي 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 سبعة سعيد أحمد سعيد أحمد لكن تنقطع منه سعيد أحمد عبد القادر يقطع الكرة تروح الكرة لي 22 لحمد حارب محمد حارب يعدي الأول يلعبها لي 10 وحلوة مطر ياخذ الكرة هذه برا على الملعب صفارة من الحكم في لاعب من فريق الظفار على الأرض اللي هو اللاعب جبل قلب دفاع فريق الظفار اللاعب جبل اللي هو قلب دفاع فريق الظفار على رغم تأثر شوي راح يقوم الحمد لله بالسلامة لا راح يكمل المباراة راح يكمل المباراة سبعة سعيد أحمد عند الكرة يحاول يعدي لكن تنقطع منه عبد الرحيم سليم عبد الرحيم سليم يلعبها للاعب محمد سالم لكن الكرة برا على الملعب كرة ملعبة قدام ماشي ماشي 14 يا سلام عبد الله غير فريق الظفار لاعب اللاعب عبد الله علي رقم 14 بدال اللاعب محمد صالح فريق الظفار صار مغير لاعبين اثنين يعني حق يغير لاعبين اثنين هذا هو غير طلع اللاعب 10 محمد صالح ولعب بداله عبد الله علي رقم 14 كذلك طلع اللاعب حمدان حمد ولعب بداله اللاعب سالم سعيد رقم 15 علي ناصر يرجع الكره لحارس مرمى عبد الامير هذا هو فنجا بعد يحاول يغير لاعب رقم 9 انا شايف يسخن ممكن يحصل تغيير بالنسبه لفريقه سبعة سعيد احمد سعيد احمد من فريق الظفار يلعب الكره ليه مطر مطر مرداني 15 الله لكن في راي مرفوعه شوف الكره في الشبك لكن في راي مرفوعه معناه تسلل في تسلل على اللاعب رقم 15 سالم سعيد علي ناصر رجع الكره لحارس مرمى عبد الامير وشوطه طويله من عبد الامير براسه محمد حسن تروح الكره لمحمد ناصر محمد ناصر من فريق بنجا الجناح اللي يحاول يعدي يلعبها لي غير راي يلعبها لي عبد الرحيم سليم عبد الرحيم يعدي الاول ماشي عبد الرحيم ماشي عبد الرحيم ماشي عبد الرحيم وخطير عبد الرحيم الله مرور حوالي 26 دقيقة
بعد 26 دقيقة من الشوط الثاني يسجل عبد الرحيم الهدف الرابع. النتيجة حتى الآن 4-1 لصالح فريق فنجة. عبد الرحيم محمد حرمادانيا حلوة، مجهود من اللاعب عبد الله سعيد، دفاع فريق ظفار يحول الكرة هذه إلى ضربة ركنية ممتاز جدا، يعني كاد إن الهدف مجهود من اللاعب عبد الله سعيد، دفاع فريق ظفار يحول الكرة هذه إلى ضربة ركنية ممتاز جدا، يعني كاد إن الهدف الخامس على فريق ظفار، لكن 4 عبد الله سعيد يحول الكرة إلى ضربة ركنية. شوف الكرات محمد ناصر وراح يرفع الكورنر، رفع الكورنر فعلا والرفع حلوة في يد لا فيصل فارق، كان في يد حارس المرمى إنما في دزة من مهاجم فريق فنجة، في دزة من فريق فنجة، في دزة من فريق فنجة. طلع اللاعب غير، لاعب من فريق فنجة غير كذلك، غير طلع لاعب رقم 6 ولعب بداله رقم 9. ماشي سعيد، مطر عند الكرة، يلعبها للجناح اللي هو علي أحمد، الكرة برا الملعب، الكرة برا الملعب أوت، علي أحمد عابد يلعب الكرة لسبعة اللي هو سعيد أحمد، لكن الكرة برا الملعب أوت مرة ثانية، انتهى الشوط الأول 3-1، ونحن الآن نلعب في الشوط الثاني، وبعد مرور حوالي 26 دقيقة استطاع اللاعب سعيد عبد الرحيم سليم يحط الهدف الرابع بعد مرور حوالي 26 دقيقة من الشوط الثاني. في العام الماضي في المباريات النهائية ظفار غالب فنجة 3-1، في مباراة الكاس نفسها وفي الأدوار التمهيدية نشاهد فريق فنجة حتى الآن قدر يحط في مرمى فريق ظفار 4، بينما ظفار استطاعت حتى الآن تحط هدف من ضربة جزاء. وملاحظ أنا في فريق ظفار إن الهداف ينقصه، يعني الهداف اللي يحط الكرة يعني ممكن له تأثير بالنسبة لفريق ظفار، إنما المدافعين يبذلون جهد كبير على أساس إن يقللوا من النتيجة. ظفار ما أخذ الكرة وعده، يحاول يعدي سالم عوض عند الكرة يلعبها ليه قدام ليه 15 سالم سعيد، وحلوة عبد الأمير عباس يأخذ الكرة هذه، وشوطة طويلة من عبد الأمير عباس، ماشي علي أحمد عابد يلعبها قدام ل 15 اللي هو سالم سعيد، الله ضيع فرصة من سالم سعيد رقم 15، فرصة يعني مثل ما قلت لكم ان هجوم فريق الظفار، محتاج فريق الظفار ان يطعم بالهجوم اللي هو يحط الكرة في الشبكة. علي ناصر يرجع الكرة لحارس مرماه اللي هو عبد الأمير، إنما في مباراة اليوم فريق فنجة متماسك في خط الدفاع، خط الوسط، خط الهجوم، يعني مترابط جدا ويلعب مباراة حلوة. اطرح الكرة ليه 7 سعيد أحمد يحاول يعليها، إنما يغير رأيه يلعبها للاعب عبد الله سعيد، صفارة رأي مرفوعة من مساعد الحكم عثمان المدلك محمد حارب، طبعا حكام مباراة اليوم حكام محايدين، حكم وسط هو جون بتلر ومساعديه عثمان المدلق وعثمان إبراهيم الدهمش وعثمان المدلق،
لصالح فريق طفار. مطر يلعب الكرة قدام لكن حق منها، حق من هناك يا مطر. كرة مثل هذه وفاول مثل هذا لازم تستغل الفرص، ويلا مثل ما يقولون باللهجة الرياضية هرد لك ومرة ثانية. طبعا نظام مباريات الكاس خروج المغلوب، يعني الفائز في مباراة اليوم راح يقابل طبعا فرق ثانية، انما الغالب اقصد انه راح يتقابل مع فرق ثانية، المغلوب راح يخرج من بطولة الكاس. الكرة مع سعيد احمد ثمانية اللي هو سالم عوض لكن تنقطع منه، وداش مطر يحاول ياخذ الكرة هذه لكن عبد الرحيم سليم ليه وحلوة حلوة علي أحمد عابد مدافع فريق علي ناصر. مرة ثانية عبد الرحيم سليم مشترك معه سالم عوض سبعة اللي هو سعيد أحمد. سعيد أحمد يلعبها قدام طويل إلى 15 ما في حد هناك، يتروح الكرة بكل سهولة حق عبد الأمير عباس. عبد الأمير عباس و30 توقيتي أنا طبعا عندي حتى الآن 30 دقيقة من الشوط الثاني، وقدامنا حوالي 15 دقيقة. هل بالإمكان فريق ظفار يحاول أن يخلص الأهداف اللي عليه، أو أن فريق فنجا بيبذل جهد على أساس أنه بيجيب نتيجة أكثر على أساس أن يضمن المباراة؟ طبعا هذه مفاجآت الكرة اللي راحين نشوف ال 15 دقيقة المتبقية من المباراة حسب توقيتي أنا. في لاعب من فريق فنجا متأثر وفي إسعافات أولية، إنما الحكم يقول كمل يلعب، يعني بغض النظر أن في واحد متأثر من فريق فنجا. 15 حطة براسك راح في يد حارس مرمى فريق فنجا. حتى الآن النتيجة 4-1 لصالح فريق فنجا، وعبد الرحيم سليم اللي هو عند الكرة يلعبها لعشرة. مرة ثانية لعبد الرحيم سليم الكرة وفي رأي مرفوعة من إبراهيم الدهمش مساعد حكم، يقول فيه تسلل على اللاعب 11 محمد سالم من فريق فنجا. اللعبة الكرة مطر عند الكرة يلعبها لقدام، يحاول ستة براسه وماشي لكن تنقطع الكرة. عبد القادر خليفي يلعبها لعلي ناصر، علي ناصر من فريق فنجا، نقلتين لصالح فريق فنجا، ثلاث نقلات لعبد الرحيم سليم يلعبها قدام، ورأي مرفوعة في رأي مرفوعة أوفسايد تسلل، رأي مرفوعة من ساعد الحكم إبراهيم الدهمش على اللاعب محمد ناصر من فريق فنجا. تلعب الكرة ستة مطر عبد ربه، مطر عبد ربه يلعبها لسالم عوض ثمانية، سالم عوض عند الكرة، عند الكرة يحاول يعدي وفعلا يعدي طيب يلعبها قدام طويلة ما في حد هناك بصدر يسكنها، 15 مشترك معاهم اللي هو سالم سعيد. مرة ثانية يحاول يلم الكرة سبعة اللي هو سعيد أحمد. مرة ثانية شوف ليه سالم عوض، نشوف سالم عوض لخمس اللي قبل، القبل اللي هو متقدم قدام ولاعبين اثنين من فريق ظفار. ماشي محمد ناصر، محمد ناصر من فريق فنجا، وفي لاعب متأثر اللي هو قبل مرتين يتأثر فريق قلبه يقوم فريق ظفار، وفي لاعب متأثر حكم برا يقول لي يلعب برا على الملعب اوت. هل ينتبه الحكم للاعب المتأثر او انه يقول لك كمل المباراة؟ براسه حكم مشغول في الكرة، انما اللاعب على الارض متأثر والكرة ملعوبة قدام براسه، تروح مرة ثانية لسبعة سعيد أحمد. سعيد أحمد يلعبها قدام لأربعة عشر، أربعة عشر عند الكرة عبد الله علي، عبد الله علي يلعبها قدام ما في حد هناك، ليش؟ لأن اثنين متأثرين. هذا وقام الحمد لله بالسلامة قبل اللي هو قلب دفاع فريق ظفار محمد ناصر، يلعب الكرة قدام ل 11 محمد سالم، مرة ثانية لحمد حارب، ثلاث نقاط لصالح فريق فنجا.
حمد حارب عند الكرة وفي رأي مرفوعة، في رأي مرفوعة، فاول لصالح فريق إظفار. محمد حسن بيلعب الكرة قدام، يلعب الكرة قدام للاعب سعيد أحمد، سعيد أحمد يلعليها قدام، يحاول يلعبها لـ15 اللي هو سالم سعيد، لكن كرة مقطوعة من اللاعب سالم سعيد. عبد الرحيم سليم لعلي ناصر، يرجع الكرة قدام، يلعبها علي ناصر قدام، كرة لحمد حارب وبراسه، تروح الكرة بكل سهولة، ياخذها مطر عبد ربه، 2-2 لمحمد حسن. محمد حسن، حمد حارب يحاول يلعب الكرة هذه، يطلع له 3-4 اللي هو عبد الله. مرة ثانية لسالم عوض، في صفارة من الحكم، في فاول. طبعا اللاعب يقول هذه من صالح لأن الكرة عندي. 6 مطر يلعبها لـ8 سالم عوض، سالم عوض يحاول يعدي وشنكلة، يعني عرقلة على اللاعب علي ناصر لصالح فريق إظفار، لصالح فريق إظفار. مطر عبد ربه هو اللي راح يلعب مكان الفاول، هو اللي مثبت الكرة، هو اللي راح يلعب مكان الفاول، يلعب الكرة يعليها قدام وبراسه حلوة. الله، اللعبة حلوة من مطر، يحاول يحط سالم عوض براسه، لكن عبد الأمير ياخذ الكرة هذه من فوق راس اللاعب سالم عوض. حمد حارب عند الكرة، يلعبها قدام، تصطدم في 2 محمد حسن مدافع فريق إظفار. ماشي سالم عوض، سالم عوض يلعبها قدام طويلة لـ15 عند الكرة، مفروض الكرة دي شوت على طول، يحاول ياخذها. ومرة ثانية محمد حسن من فريق إظفار، عبد القادر براسه، وحمد يحاول ياخذ الكرة دي لكن تروح الكرة لـ8 سالم عوض من فريق إظفار. سالم عوض يعلي الكرة قدام حلوة، لكن برا الملعب اوت. حاول الكرة، شوف الكرة لصالح فريق ثنجة، لكن لاعب من فريق إظفار هو اللي راح يقبل الكرة. هذه روح رياضية عالية ممتازة جدا، هذا اللي نحن نريد يعني نشاهد. ماشي الكرة لحمد حارب، حمد حارب يلعبها مرة ثانية لعبد الرحيم، لعبد الرحيم سليم، عبد الرحيم حلوة يا سلام، حلوة حلوة حلوة، مجهود من حارس مرمى فريق إظفار. ماشي 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 فريق إظفار، ماشي جبل، ماشي جبل يلعبها ليه قدام، يبي يلعبها لـ15 اللي هو سالم سعيد. كورة ملعوبة من فريق فنجا قدام برا على الملعب أوت. طبعا فريق فنجا لو ضيع الكرات هذه لأن من صالح كاسب 4-1، ولكن الوقت الضايع طبعا ما من صالح فريق إظفار، لأن يحاول يستغل أي دقيقة ممكن يخفف من النتيجة، نتيجة ثقيلة بالنسبة على فريق إظفار. ماشي فريق إظفار عند الكرة، يلعب عليه 6 مطر عبد، تنقطع. ماشي لـ7 سعيد، حمد حارب، عبد الرحيم سليم، فنجا ماخذ الكرة، ماشي ماشي، هذا هو حمد حارب يحاول يعدي ما بين الاثنين، لكن حلو 3 حلو ممتاز، يحاول ياخذ الكره دي، وفعلا علي احمد عابد ممتاز خذ الكره ما بين لاعب حمد حارب. بدا الجمهور شوي شوي يعني ينسحب على، لان ليش نحن الان على في المباراه في الوقت الاخير من المباراه. عبد الرحيم يلعب ليه حمد حارب لمحمد ناصر، شوف نقلات حلوه ممتاز من فريق فنجا اليوم. ومرة ثانية حمد حارب يلعبها لوب، الله الله، كرة كرة إذا ما تبي تدخل معنا خلاص، معنا خلاص، شوف كرة ملعوبة ممتازة جدا، 3 نقلات 4 نقلات يلعبها حمد حارب، ضربة عكسية لوب
تصطدم في العارضة ياخذها حارس مرمى فريق إظفار محمد عقل. كرة مع فريق إظفار. ماشي سالم عوض، سالم عوض، سالم عوض، سالم عوض من فريق إظفار يلعبها قدام ل 14 عبد الله علي، عبد الله علي يلعبها بعرض الملعب. يا سلام نشوف نشوف الله 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 الله. مطر اللي راح يلعب الفاول. اللعب الفاول. محمد ناصر يلعب كرة طويلة قدام. الدقائق باقي من الوقت تقريبا حوالي 5 دقائق. النتيجة 4-1 لصالح فريق ثنجة. أربعة واحد لصالح فريق ثنجة، وفي رمية لصالح فريق ثنجة عبد القادر خليفة اللي هو راح يغلي الكرة. هذا هو غلي الكرة، غلي الكرة لكن برا الملعب أوت. مرة ثانية لصالح فريق ثنجة عبد القادر، مرة ثانية هو اللي راح يغلي الكرة. شوف 14 من فريق إظفار ومع 22 وين ما يتحرك ويتحرك مويا. حمد حارب الله الله، شوطة قذيفة مرة ثانية تصطدم فيها حارس مرمى فريق إظفار، ومرة ثانية محاولة لكن حلوة دفاع مدافعين فريق إظفار. يبعد الكرة هذه عبد القادر خليفة ياخذ الكرة هذه لما يطرح الكرة لسالم عوض، ومرة ثانية مرة ثانية سالم عوض ياخذ الكرة وماشي يحاول يعد، وفعلا عد الأول، عدى علي ناصر ماشي سالم عوض، سالم عوض ماشي، سالم عوض مع ماشي ماشي سالم عوض عدى خط المنتصف يلعبها قدام تصدم في الحكم تروح مرة ثانية ياخذها مدافع. مرة ثانية سالم عوض ياخذ الكرة يلعبها للاعب ناصر لمطر ولا لصالح فريق إظفار. يحاول ناصر ياخذ الكرة هذه حلوة سبعة براسي الله حلوة سبعة، يحاول يلعبها براسه اللي هو سعيد أحمد لكن عبد القادر مشترك معاه ويبعدها. ثلاثة علي أحمد عابد من فريق إظفار تنقطع من الكرة عبد الرحيم سليم، عبد الرحيم سليم يلعبها ل16 اللي هو حمد حارب. مرة ثانية لعبد الرحيم مشترك معاه محمد حسن، محمد حسن عند الكرة مدافع فريق إظفار يلعبها قدام لثلاثة علي أحمد عابد لكن كرة تطلع برا الملعب أوت. كرة ملعوبة من لاعب محمد حسن للاعب علي أحمد عابد ما يطولها تطلع برا الملعب أوت. رمية لصالح فريق فنجا علي ناصر لعبها لحمد حارب مرة ثانية لعلي ناصر، علي ناصر براسي قبل حلوة حلوة قبل عند الكرة من فريق إظفار، فريق إظفار عند الكرة، فريق إظفار عند الكرة لعبها لمطر مقطوع الكرة من لاعب مطر تروح مرة ثانية لسالم عوض من فريق إظفار، وهذا إظفار ماخذ الكرة على يدك اليمين الآن فريق إظفار مثل ما قلنا وعلى يدك الشمال فريق فنجا. ماشي 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 ما شاء الله كرة ملعوبة، كرة ملعوبة حلوة لكن تروح بجنب العارضة برا الملعب أوت. يحاول فريق إظفار انه يدخل على فريق فنجا دفاع ماله ويحاول انه يشن شوية الهجوم او يضغط، لكن طريقة ارتباط فريق فنجا سواء في الدفاع او الوسط او الهجوم يعني مترابط جدا. براسه تروح الكرة لحمد حارب وبراسه مرة ثانية لعشرة، عشرة عند الكرة من فريق فنجا يحاول يعدي فعلا عدى ماشي عشرة ماشي عشرة ماشي عشرة يلعبها بعرض الملعب. الله شوتة ممتازة لكن في الشبكة من برا حلوة حلوة تلعب الكرة ماشي
14 لعبة حلوة من لعبة عبد الله في صفارة، يقول الكرة كانت برا الملعب اوت من اللاعب كان عبد الله علي، خلي لصالح فريق فنجر. ماشي ظفار، ماشي ظفار، ماشي 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 سبعة، ماشي سبعة اللي هو سعيد احمد، تنقطع منه الكرة تروح ليه؟ تسعة، تسعة عند الكرة، تسعة عند الكرة، ناصر احمد، ناصر احمد يلعبها للجناح هناك ليه؟ الله، اللي هو جبل متقدم لكن تنقطع منه جبل مرة ثانية، يحاول ياخذ الكرة هذه، وصفارة، صفارة على اللاعب 22 من فريق فنجا اللي هو حمد سالم، مدافع فريق فنجا، فاول لصالح فريق الظفار، سالم عوض اللي راح يلعب الفاول. الله، لعبة الكرة لكن باص قصير من اللاعب سالم عوض، تنقطع على طول برا الملعب اوت. باقي حوالي دقيقتين من المباراة، كرة ملعوبة قدام، ماشي ماشي فريق ظهر، ماشي فريق ظهر، نشوف الدقائق الأخيرة، وشنكلة عرقلة في خط 18، ونشوف هل الحكم يحسبها، ايش يحسبها الحكم، هل يحسب الحكم يعني فاول او يحسبها بلنتي او يحسب، لا فاول يمكن قدام خط 18، قدام خط 18، لو في خط 18 ويرفع الفاول حلو بنحطه براسه، الله، ولا زالت في منتهى الخطورة على مرمى فريق فنجا، لكن عبد الأمير يحسم الموقف ويصفر الحكم سيداتي سادتي بانتهاء المباراة بنتيجة 4-1 لصالح فريق فنجا. شاهدنا مباراة فنجا وظفار، مباراة حلوة وكرات باصات ملعوبة حلوة من الفريقين. في العام الماضي فاز فريق ظفار في المباراة النهائية على فريق فنجا 3-1، لكن في العام هذا فريق فنجا في الأدوار التمهيدية استطاع أن يفوز على ظفار 4-1. سيداتي سادتي، نتمنى إن شاء الله أن نشاهد مباريات حلوة. مستودعكم الله.